السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم هو كيف تعرف أو كيفية معرفة إن كان هاتفك يتوافق مع شبكات الهاتف النقال في دولة أخرى، وبمعنى آخر هل يشتغل هاتفك في دولة أخرى مثل ما يشتغل في بلدك. لمعرفة ذلك نقوم بالدخول إلى موقع، وهذا الموقع يعطينا النتيجة إن كان يشتغل هذا الهاتف في بلد آخر في الجيل الثاني والثالث أو الرابع، أو يشتغل في الجيل الرابع ولا يشتغل في الجيل الثالث. كل دولة لديها قوانينها وخصائصها في الاتصالات. للقيام بذلك ومعرفة ذلك نقوم بالذهاب إلى موقع، واسم الموقع هو willmyphonework.net. عند الدخول إليه نشاهد هذه الصفحة الأولى مباشرة، فنبدأ باختيار نوع الهاتف device. في مثل هذه الحالة سنجرب الهاتف Acer موديل ليكيد S2. ثم اختار البلد ألجيريا، ثم اختار شركة الاتصالات نكتيزي موبيليس. اريد اختار الثانية موبيليس، فسيرش مباشرة يبحث فيعطيني النتيجة ان هذا الهاتف يشتغل في الجيل الثاني والثالث والجيل الرابع LTE، فيشتغل بشكل جيد في الجزائر. ربما سأجرب في بلد آخر، مثلا أذهب إلى بلد آخر، أجرب مثلا في كندا. لديهم شركات اتصالات متعددة وكثيرة، فأريد أن أجرب في الأولى. فالنتيجة أن هذا الهاتف الذي أملكه يشتغل في شبكة الجيل الثاني فقط، والجيل الثالث والرابع في كندا لا يشتغل في هذه شركة 7LV Speak Out. فأختار شركة أخرى، نفس النتيجة. هذا الهاتف إذا كنت أريد الذهاب إلى كندا فعلي تغيير هذا الهاتف الذي هو معي الآن، يجب أن أشتري هاتف آخر. مثلا أريد الذهاب إلى بلد غير كندا، أذهب إلى الإمارات، فأبحث عن United Arab Emirates، ثم شركة الاتصالات، تجد ثلاثة أو اثنين، اختار الأولى اتصالات، ثم سيرش. فالهاتف الخاص بي الآن يتوافق مع جميع الشبكات، هاتف الجيل الثاني والثالث والرابع، كما أنه رابع فلديهم جيل رابع متطور نوعا ما، فيشتغل بسهولة. فأي بلد فيمكنني في هذا المكان اختيار او التجريب اي بلد اريد زيارته ان كان هاتفي يشتغل بشكل جيد في ذلك البلد قبل ان اقوم بشراء هاتف. ففي موسم الحج مثلا يمكنك التجريب على في السعودية، ساجرب ان كان يشتغل في السعودية. سعودي ارابيا، فلديهم شركات اتصالات ثلاثة، موبيلي STS زين، اختار زين مثلا سيرش. النتيجة اذا هاتفي يشتغل بشكل جميل بشكل جيد في جميع الشبكات الثاني والثالث والرابع. فهذا الموقع اخوان موقع جيد وموقع جميل، فهو يقوم بالبحث في حوالي لديه قاعدة بيانات لحوالي 8769 موبايل أو نوع من ديفايس موبايل، كما أنه يقارن هاتفك مع شبكات حوالي 837 شبكة حول العالم. إذن إخوان
جربوا ولن تخسروا شيئا. كان هذا الدرس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.